السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة ان شاء الله. حلقة النهاردة ان شاء الله هنتكلم فيها عن موضوع مهم وتقريبا كده بيحصل مع اي حد، سواء غاوي او مبتدئ او اي حد بيربي حمام، وارد انه يحصل معاه الموقف ده. احنا هنتكلم باستفاضة النهاردة عن عيوب البيض. عيوب البيض يعني ايه؟ يعني في بيض، في حمام بيبيض بيضة بتلاقيها محببة او مرملة او الملمس بتاعها خشن. انا جايب لكم النهاردة نموذج لبيضة معانا هنشرح عليها وهنقول الاسباب وهنتكلم في كل حاجة. قبل ما نتكلم في كل حاجة ونبدأ الحلقة بتاعتنا، ما تنسوناش باللايك والشير. لو انتوا بتتفرجوا علينا من اليوتيوب اشتركوا في القناة بتاعتنا، فعلوا زر الجرس. لو بتتفرجوا علينا من الفيسبوك اعملوا لايك للبيج بتاعنا. نبدأ الحلقة بتاعتنا على بركة الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن العيوب بتاعت البيضة دي. شايفين البيضة دي عاملة ازاي يا جماعة؟ ديت بيضة بتسمى بيضة مشوهة. شايفين؟ طبعا ايه القشرة بتاعتها محببة وتلاقيها بتطلع كده ايه زي تراب ابيض كده جيري كده، فاهميني؟ طبعا هي ايه واضحة ايه في الصورة، ماسكة نفسها وكل حاجة، بس بتلاقيها مشوهة بالشكل ده. تمام، ديت انا لقيتها جوز حمام هنا عندي باضت البيضة ديت من حوالي يومين ثلاثة. تمام، طيب البيضة دي لما تيجي كده من جوز الحمام ده يعني ايه؟ او ايه انا افهم من ايه كمبتدئ مثلا ان جات لي بيضة بالمنظر ده؟ طيب البيضة لما بتجيلك بتنزل لحضرتك من الايه؟ من الحمام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، في حل من اتنين او احتمالين ملهمش تالت، احتمالين ملهمش تالت، ويا ريت الناس تركز معايا عشان تفهم الكلام من الاول للاخر. اول احتمال او اول تفكير بيكون نقص في نسبة الكالسيوم عند النتاية. نقص في نسبة الكالسيوم عند النتاية بيؤدي الى بيجيب لك يعني بيضتين او نوعين من البيض، يا اما بيض زي ما انتوا شايفينه كده مشوه غير مكتمل، القشره اللي هي خارجيه غير مكتمله مشوهه وشكلها عامل كده، تمام اهو واضحه خالص قدامكم اهي، يا اما بيجيب نفس البيضه كده بس بتكون طريه الملمس، بيكون ملمسها ملمس جيلاتيني، يعني تتك على البيضه كده تلاقيها بتلظ معاك كده طريه. ده بنسميه بيض برشت. بيض برشت يعني بيضه طريه، اما ديت بيضه مشوهه بتكون بالشكل ده. ده كده نقص كالسيوم. طيب ممكن يجي لي نفس البيضه المشوهه ديت ماشي، بس بيكون عند النتايه زياده في نسبه الكالسيوم. الله، طب انت كده لخبطتنا يا عم محمد، انت بتتكلم ازاي؟ انا هفهم بقى انا دلوقتي البيضة اللي هي نقص كالسيوم ولا زيادة كالسيوم؟ ما هو نفس البيضة جابتها يعني نفس الشكل. أنا عارف أنت بتفكر في إيه ودماغكم راحت لحد فين، بس أنا هوصل لكم المعلومة بكل بساطة. لو حضرتك أو حضرتك بتربي وجبت ولقيت الحمام جاب بيضة بالشكل ده واستنيت عليها أو استنيت عليها على الحمامة يعني على النتاية كمان يومين ما باضتش بيض تاني، يعني ديت انا استنيت عليها 3 ايام البيضه دي متباضه بقالها 3 ايام جوز الحمام عندي ما باضش تاني، معنى كده ايه؟ نقص كالسيوم. ازاي فهمت وعرفت ازاي ان هي جابت لك البيضه مشوهه وفي نفس الوقت ما باضتش بيضه تانيه؟ ما باضتش بيضه تانيه يعني هي كده استنفذت الكالسيوم اللي كان في جسمها كله وبيضه البيضه اللي هي مشوهه، اللي هي مش مشوهه بقى ديت بنقول عليها بيضه يعني غير مكتمله النمو، غير مكتمله النمو، وفي ناس بتقول عليها ان هي بيضه مشوهه. في تلك الحالتين او المسميين صح، غير مكتمله النمو يعني الكالسيوم ما كفاش، الكالسيوم اللي في جسم الحمامه يا جماعه النتايه ما كفاش ان هو ينزل البيضه يكون البيضه جوه رحم الام، يعني في عنقود الحصى بتاعها اللي جوه او عنقود البيض، الكالسيوم اللي في جسمها ما كفاش ان هو يكمل القشره بتاعت البيضه بشكل سليم، فبالتالي نزل البيضه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ملمس خشن ومشوهه بالمنظر ده. طيب
دي في حاله ايه؟ في حاله نقص الكالسيوم، ما جابتش غير بيضه واحده واستنيت عليها يوم واثنين وثلاثه وما جابتش بيض تاني. طيب الحاله الثانيه او المرحله الثانيه اللي احنا نحكم عليها بقى ان هي زياده نسبه الكالسيوم، لو جابت لحضرتك بيضتين نفس الشكل ده، لو جابت لحضرتك بيضتين نفس الشكل ده يعني بيضه البيضه دي اهيت مشوهه يومين وجابت لك نفس البيضه مشوهه، تعرف ان في نسبه زياده في نسبه الكالسيوم عاليه عند الحمامه. نسبه الكالسيوم لما بتكون عاليه جدا عند الحمامه بشراهه يعني بينزل بيض مشوه، مش بينزل لك بيض سليم، بينزل بيض ممكن يكون قشرته سميكه شويه بس بيكون كويس وشغال. اما لو وصل لمرحله زياده كالسيوم عالي جدا بيوصل معاك لبيض مشوه، بيكون بالمنظر ده برضه. طيب في الحاله دي حضرتك تعمل ايه وفي الحاله دي حضرتك تعمل ايه؟ في حاله البيض اللي هو البيضة واحدة اللي هي نقص الكالسيوم زي ما احنا ما اتفقنا، هتجيب لك نوعين من البيض عامة. نقص الكالسيوم بيجيب نوعين من انواع البيض، يا اما بيضة مشوهة بالمنظر ده اللي انتوا شفتوه ده اهو، يا اما بيضة برشت يعني بتكون نفس التشويه ده بس بتكون طرية، تتك عليها كده تلاقيها طرية سيليكون، بيضة بتكون ايه سيليكون في ايدك، دي كده اعرف مباشرة ان ده نقص في نسبة الكالسيوم. تمام. طيب هتعمل ايه؟ كل بساطة هتعزل النتاية عن الذكر بتاعها وتديها فيتامينات ألف دال 3 ه، ماشي، ده بيطري نص سنتي في الفم مباشر لمدة 3-4 أيام 5 أيام بأقصى حاجة يعني. طيب في دواء بشري، في مثلا ديكال به 12 بشري شراب سنتي في الفم مباشر كل يوم لمدة 5 أيام، في اوميجا 3 حبايه كده جيلاتينيه كده بيكون فيها ماده عامله زي العسل بتسحبها بالسرنجه وتديها برضه في الفم مباشر لمده 5 ايام، في بيديكال شراب في الفم مباشر لمده 5 ايام. اي فيتامينات مكمل غذائي للاطفال بشري في نسبه كالسيوم حضرتك ممكن تديه للحمامه او النتايه، ماشي، ده في حاله نقص الكالسيوم، علاج نقص الكالسيوم لمده 3 ايام لحد 5 ايام. بعد كده تيجي مدخلها للدكتور بتاعها تاني الباب بتاعه هتشتغل معاك كويس وزي الفل. طيب طب ده في حاله ايه؟ نقص الكالسيوم. طب يا عم محمد في زياده الكالسيوم بقى، زياده الكالسيوم ما بتعملش اي حاجه، لا بتديها فيتامينات ولا بتديها اي حاجه، هي اوريدي الحمامه نزلت البطين بتوعها مشوهين خلاص كده، هي نزلت او تفرغت من الشحنه بتاعتها اللي هي نسبه الكالسيومات الزياده اللي في جسمها، خلاص هي نزلتهم اصلا في تكوين البطين. البيض ده يا جماعه ما بيتكونش بالساهل، البيض ده بياخد من جسم الحمامه ومن الكالسيوم بتاع جسمها كله، الاكل اللي انت بتوكله لها والكلفه والعلف والميه والفيتامينات والحاجات دي كلها عشان خاطر تجيب لك بيضه، فهي عندها نسبه كالسيومات عاليه ما بتديش اي حاجه خالص، بتسيبها مع الدكتور عادي وبتعرف بس هي رقم كام او تحفظ العين بتاعتها وبتتابعها، بعد اسبوع 10 ايام هتجيب لك بيضتين كويسين لان هي خلاص استنفذت او نزلت الكالسيومات الزياده اللي في جسمها في البيضه دي. ده كل المعلومه بتاعت البيض بكل اختصار. طيب لو في حمامه عند حضرتك بيبيض بيضه واحده ده نقص كالسيوم، تتبع معاه اللي انا اتكلمت عنه في البدايه عن نقص الكالسيوم. طيب في حمام او في ناس مثلا بتشتكي بتقول انا الحمام بيبيض عنده بيضتين وبعد كده بيقعدهم وبيطلعهم بس بيغيبوا فتره طويله عبال ما يبيضوا تاني او عبال ما يحصوا تاني، يعني هم جابوا لك بيضتين بس بيغيبوا او بيغيبوا بقى تاني بقى ممكن يقعدوا شهرين مثلا عبال ما يطلعوا الوش التاني، في الحاله دي برضو ايه؟ ده برضو نقص كالسيوم ونقص فيتامينات ونقص املاح معدنيه. لازم زي ما بتهتم بالكلفه وبالنظافه وبالميه النظيفه بتاعت حضرتك تهتم وبالتحديد بتاع حضرتك انت بتحطه، لازم تهتم كمان بالفيتامينات والاملاح المعدنيه والكالسيمات، لازم بصوره اساسيه. يعني ايه؟ يعني ممكن في كل اسبوعين مره، كل اسبوع مره تفتكرهم كده بايه؟ بيومين فيتامينات الف د 3 ه، يومين بيديكال، يومين ديكال، يومين مثلا املاح معدنيه بيطري كده، لازم عشان خاطر
الحمامة او النتاية بصفة عامة بيكون هو كل الشغل عنها، يعني عليها هي. الذكر خلاص بيلقح والموضوع بتاعه بيبقى بينتهي. بيجي بقى دور النتاية. البيض ده يا جماعة بيكون جوه النتاية او جوه الحمامة عبارة عن عنقود، عامل زي عنقود العنب كده يا جماعة. بيكون بيتكون فيه البيضة جوه وبعد كده بتبيضها لك الحمامة. طيب عبال مع عنقود الحصى او عنقود البيض ده يتكون تاني، عاوز ايه؟ عاوز كالسيمات، عاوز فيتامينات، عاوز صحة الحمامة تكون صحة جامدة، صحة كويسة. ده كان كل فيديو بتاعنا النهاردة وحلقة النهاردة، عشان بس ما اطولش عليكم. ما تنسوناش باللايك والشير والاشتراك في القناة، وتعملوا تفعلوا زر الجرس. واللي بيتابعنا على الفيسبوك يعمل لايك للبيج بتاعنا فن تربية الحمام. واشوفكم ان شاء الله في يوم جديد ومعلومة جديدة بإذن الله.